عم انا بعت لك اتوبيس وتجيب عيال الشهداء وتجيبوا الكلام ده. قال لك خلاص ماشي وقال لك هعمل مبادره. وابو ما احنا كنا جايبينه من شهرين الموضوع اللي كنا عاملينه في الاهلي الشهداء 90 فؤاد. جبنا ابو مهاب وفي ترحيب مره واحده الامور كلها بتتوصل. ازاي انت اهلي الشهداء هتعمل موقف؟ احنا في بورسعيد هنعمل مبادره معاه. اول حاجه من الشعب احنا كنا عايزين نجيبهم لحاجتين اتنين. اول حاجه ان احنا نعرفهم ان اهالي بورسعيد ما ذنبهمش حد غير الجماهير. الحاجه الثانيه كنا ناويين ان احنا نطلعهم ال 75 اسره دول نطلعهم عمره وده كانت مبادره من الاستاذ شريف وكان بعض التجار موجودين معاه واحنا نقلنا هذه المبادره وانا نقلتها في التلفزيون ونقلتها للاستاذ محمد ونقلتها للاستاذ علي دره وطلعها في كذا مكان وانا طلعت وقلتها في كذا قناه وقلنا يا جماعه دول عيالنا ودول اسرنا واحنا ما رضيناش الكلام ده كله. الحاجه الثانيه احنا كنا عايزين نجيبهم هنا عشان المفهوم اللي مشى من هنا اصلا مفهوم غلط. ليه بقى؟ لان في مجموعه من الاولاد اللي هو اللي ربنا نجاهم برضو اولادنا دول يعني ربنا هينتقم برضو من الناس العيال اللي هي قلعوهم هدومهم. في مجموعه كبيره هدومها اتقلعت وكانوا ماشيين بالهدوم الداخليه. ده حقيقه الناس اللي موجوده في بورسعيد هنا وموجودين ومعايا تليفوناتهم هدوم وفلوس واكل وده بس للاسف هؤلاء المجموعه لما راحوا وسط الالتراس هناك ما قالوش الكلام ده. محمد جد عضو مجلس الشعب بورسعيد الوفد. طبعا احنا قاعدين النهارده عشان مبادره قايم بيها شباب الثوره وفي مبادرات سبقت قبل كده ولكن ما كانتش مبادرات لتقريب وجهات النظر ولكن كانت مبادرات لاثبات براءه بورسعيد. النهارده احنا ما عندناش بنقول بورسعيد بريئه او مش بريئه ولكن بنقول النهارده ان خلاص نعلو الازمات ونبدا نفكر بعقلانيه شويه ونبدا نشوف بالظبط مين المستفيد؟ هل المستفيد النهارده فرقه او التراس نادي ولا المستفيد ناس بتخرب في مصر؟ فعلا اللي بيستفيد النهارده ناس بتخرب في مصر وعايزه الفرقه بين الشعب المصري كله فبالتالي استطاعت ان هي تعمل ازمه وتفتعل ازمه وللاسف يكون فيها دم وده كان على ارض بورسعيد. النهارده عايزين نقول ايه؟ ان هناك حدث حصل بالفعل وهذا الحدث ادى الى وفاه استشهاد 74 شهيد. النهارده هنقدر نحل الازمه دي ازاي؟ ده اللي احنا بنقوله النهارده نوصل للالترس الاهلاوي او الالترس الاهلاوي يستطيع ان هو توصل له المعلومه بالظبط ان هناك كانت مؤامره. هناك اهالي بورسعيد شباب بورسعيد وحتى جماهير النادي المصري اللي هم النهارده الازمه بينهم كانت اول الناس حريصه على انها تدين المجرم. انا شريف عبد اللطيف عضو مجلس اداره النادي المصري السابق وانا طبعا بنمشي في حل المشكله وانا ساعدت بوجود شباب الثوره اللي جايين بورسعيد على اساس ان هم يهدوا ويشوفوا الحلول اللي هي ايه اللي يتوجد لحل مشكله بورسعيد والتراس النادي الاهلي لان احنا كلنا مصريين كلنا يد واحده ولا احنا لازم ندور على الجاني الحقيقي اللي هو بنقدمه للعداله اللي تقدر تعمل الكلام. تم القبض على 74 متهم من ضمنهم مدير الامن من ضمنهم رئيس العمليات من ضمنهم مدير التنفيذي للنادي المصري. كلنا بنجري ان احنا نظهر الحقائق اللي محتجزين حاليا دلوقتي في موجودين السجون. فعلا في السجون 74 واحد في السجون اللي من ضمنهم الداخليه القيادات الامنيه اللي في الداخليه دي محتجزين بمعرفه الداخليه اللي هم القيادات الامنيه. اما باقي كل المتهمين من المتهم الاول للمتهم الحاجه 67 على ما اعتقد فكل دول موجودين في السجن فعلا وفي منهم حوالي 3 أو 4 هاربين من ضمن اللي متهمين في هذه القضيه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ابراهيم المصري لاعب النادي المصري ومنتخب مصر السابق و زي ما انت عارف حضرتك احنا قاعدين في مبادره للصلح والتوافق ما بين جماهير النادي الاهلي وجماهير النادي المصري او ما بين شعب بورسعيد وجماهير النادي الاهلي لان المساله يعني وصلت ان هي بقت مشكله بلد مش مشكله جماهير مع بعضها. اي مبادره للصلح انا عن نفسي بمد ايدي فيها. من قبل كده كان كابتن هادي خشوه وكابتن وليد صلاح الدين اصحابي وعشره عمره وكلموني في مبادره جريت ان احنا نحضر المبادره وكان على راسهم
المحامي الكبير رجاء العربي محامي النادي الاهلي كلمني وقال لي عايزينك تبدا بالمبادره. فجريت بدات بالمبادره النهارده للمره الثالثه. احنا بنقعد في المبادره ويا رب تبقى بخير ان شاء الله. احنا عايزين نوفق الناس وعايزين نرجع كلنا نبقى اخوات تاني وعايزين نقول ان في شيطان دخل ما بيننا. بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم اخوكم حسام امام من شباب الثوره مصري. اعتبر نفسي من بورسعيد واعتبر نفسي من القاهره واعتبر نفسي من اسكندريه. انا بكل الاحوال انا مصري. معيش اي اجنده خاصه او اي حزب انا بنتمي لي. انا كل اللي اقدر اقوله ان انا مصري. زعلان جدا وحزين قوي طبعا على الوضع اللي احنا فيه ما بين القاهره وما بين بورسعيد والاثنين في الاخر وما شعب واحد. كل الفيصل ما بيننا شويه امطار ما لا يذكروا يعني ما بيننا. اسمي سيف الدين محمود تمام من شباب الثوره من شباب 25 يناير ومش قروي خالص تمام. وجيت النهارده بورسعيد عشان اشوف اساس المشكله اللي حصلت بتاعت النادي المصري مع الالترس الاهلي تمام. ولما جيت هنا لقيت الناس اللي موجوده كلها متفاهمه المشهد جدا وما عندهاش اي نيه لاي حاجه غير الصلح وسفك الدماء اللي حصل ده ان هو يتحل باي وسيله او باي طريقه تمام. وقدموا لنا مستندات النهارده. المستندات دي بتنص على ان كل الشباب الالتراس فاهمينه هو مفهوم خاطئ لان كل الناس اللي الالتراس فكرهم ان هم ما اتحبسوش. لا الناس دي محبوسه تحت التحقيق دلوقتي بس التحقيق بياخد وقته. وقدموا لنا الاوراق بالكلام دون. انا اسمي طارق هاشم من اهالي بورسعيد هنا. وانا يعني انا بشكر كل شباب الثوره اللي جم دول وبشكر الدكتور علاء. وطبعا انا عايز اقول لكل اللي موجودين في القاهره اهلا وسهلا بكم بورسعيد اسكندريه اللي موجود في دمياط موجود في المنصوره. يا جماعه احنا بورسعيد عندنا مفيش اي مشكله والله العظيم ما عندنا مشكله ولا عندنا اي ضرنا لاي حد. احنا بنقول للناس كلها اهلا وسهلا بيكم تعالوا اتفضلوا وانزلوا بورسعيد. ما عندناش ما بنكسرش عربيات حد ما بنقولش لحد لا. ما عندناش مشاكل. اذا كان في بعض الحاجات المتهوره او بعض شباب متهور ده وانتهت خلاص. اذا كانت ايام موضوع الانتقال المتهمين وانتقال مش هنا لهنا انما اقسم بالله العظيم ثلاثه وانا يمين اتحالف عليه عربيات بتخش وانزل انزل انت بنفسك حسام انزل بنفسك وصور التجاري وصور عند الموقف اللي هناك وشوف هتلاقي عربيات من اسكندريه ومن مصر وعايز اقول لبتوع الالتراس انتوا لو جاتوا بورسعيد عندنا مفيش اي مشكله.